توغلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في حياتنا اليومية، وتحولت من مفهومها النافع إلى أدوات لنقل الشائعات والأكاذيب وهدم وتشويه الثقافات وكسر العلاقات الاجتماعية بين البشر. أصبح الجميع يكتفي بإرسال رسالة صوتية عبر واتساب أو التحدث مع الأصدقاء والعائلة عبر التطبيقات المختلفة، حتى اللقاءات أصبحت من خلال المكالمات الفيديو في كثير من الأحيان. أثبتت دراسة أجراها باحثون أستراليون مؤخرا أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يتسبب في ارتفاع معدلات الاكتئاب والشعور بالوحدة، وخاصة بين المراهقين، لأن المستخدمين يحاولون دائما متابعة ما يجري على الإنترنت في ظاهرة تعرف بفومو أو Fearing of Missing Out، وترجمتها الخوف من فقدان شيء ما. هي ظاهرة تكونت بسبب السوشيال ميديا وشعور المستخدم دائما بأنه عليه مواكبة ما يتم تداوله لحظة بلحظة لكي يكون متابعا لما يجري. ومع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت الجماعات الإرهابية في الترويج لأفكار هدامة وسلبية تسعى إلى تدمير الشباب نفسيا لفقدان الثقة في كل شيء يجري حولهم وحتى في أنفسهم، مما يدفعهم إلى تكوين نظرة تشاؤمية وفقدان الأمل والثقة في قدراتهم على النجاح وتحقيق أحلامهم. استخدام التكنولوجيا الحديثة بالتأكيد أمر لا غنى عنه وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتبقى كيفية استخدامها هو ما يحدد تأثيرها على حياتنا، إن كان سيدفعنا نحو التطور أم سيؤثر سلبا على حياتنا.